أحييكم مشاهدينا الثانية عشرة بتوقيت القاهرة، نشرة جديدة من القاهرة الإخبارية، والبداية دائما بأبرز عناوين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. مصر تؤكد استمرار المباحثات والاتصالات مع قطر والولايات المتحدة لسرعة بدء سريان الهدنة في قطاع غزة. استمرار لمسلسل استهداف المستشفيات في القطاع، الاحتلال يحاصر 200 جريح في المستشفى الاندونيسي ويعتقل مدير مجمع الشفاء. أونروا تؤكد أن مليون نازح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه يقطنون داخل 156 مركزا تابعا للوكالة. أحييكم في التفاصيل. أكد مصدر مصري مسؤول للقاهرة الإخبارية استمرار المباحثات والاتصالات بين مصر وقطر والولايات المتحدة لسرعة بدء سريان الهدنة في قطاع غزة، وأضاف المصدر ذاته بأن مصر تعقد اتصالات مع الأطراف كافة للاتفاق على الإجراءات التنفيذية لاتفاق الهدنة المؤقتة. هذا وقال مصدر مطلع على المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، قال إن عقبات فنية في صفقة تبادل المحتجزين والأسرى أدت إلى تأخير تنفيذها إلى يوم غد. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن الفصائل الفلسطينية أعادت طرح مسألة وقف إطلاق النار وطلبت توضيحات لكل ما تم الاتفاق عليه، بينما لم تقدم إسرائيل قائمة بأسماء من سيتم إطلاق سراحهم، وإنما سلمت قائمة بكل مواطنيها المحتجزين. هذا وأكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إتسحاي هاتكبي بأن إطلاق سراح المحتجزين بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة مع الفصائل الفلسطينية لن يتم قبل يوم غد. وفي بيان له أكد هاتكبي أن المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين تتقدم وتستمر طوال الوقت. في السياق ذاته قال مسؤول فلسطيني إن تأخير تنفيذ الهدنة بل التهدئة إذن في قطاع غزة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل يرجع إلى تفاصيل اللحظة الأخيرة حول المحتجزين. وأوضح المسؤول الفلسطيني كذلك بأنه كان من المتوقع دخول الهدنة حيز التنفيذ اليوم، لكنها تأجلت بسبب وجود خلافات متعلقة بأسماء المحتجزين وسبل إطلاق سراحهم. في غضون ذلك قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون إن إدارة الرئيس جو بايدن تأمل في بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية صباح غد. وأكدت أدريان بأن إسرائيل والفصائل الفلسطينية تعكفان على وضع التفاصيل اللوجستية النهائية للصفقة. يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد مسؤول أمريكي بأن هناك حاجة لمزيد من الوقت لتسوية التفاصيل المتعلقة بمواقع وطرق نقل المحتجزين والمتطلبات اللوجستية لتنفيذ الاتفاق. أوشكت الهدنة الإنسانية إذن بين الفصائل الفلسطينية وسلطات الاحتلال على دخول حيز التنفيذ. الهدنة والتي سيتم تفعيلها لمدة 4 أيام جاءت بجهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا العرض مع الزميل همام مجاهد. أهلا بحضراتكم. مع اقتراب اليوم 50 من التصعيد في قطاع غزة، تبلورت صفقة التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، ما يعد أول انفراجة حقيقية للتصعيد في قطاع غزة. بموجب الاتفاق قالت حماس أنه سيتم إطلاق سراح 50 من المحتجزين في قطاع غزة
من النساء والأطفال دون 19 عاما مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، اتفاق قد يكون بداية حقيقية لخطوات أخرى وجهود مضاعفة لخفض التصعيد الجاري في قطاع غزة، وقد يدفع جميع الأطراف إلى العمل من أجل التوصل لاتفاق حول هدن إنسانية وصفقات أخرى لتبادل الأسرى والمحتجزين. منذ اليوم الأول من التصعيد لعبت مصر دورا كبيرا للعمل على التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، لكن هذه الجهود التي بذلتها مصر بالتنسيق مع قطر بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تضاعفت على مدى تخطى الأسبوعين الماضيين، حيث استضافت القاهرة جولات من المباحثات والاجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين ومن حركة حماس بتنسيق كامل مع الطرف الأمريكي يهدف إلى تذليل العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى. تملك مصر سياسة متوازنة وتراكما كبيرا من الخبرات في ملف الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية، وعلى الرغم من انحياز مصر الدائم للحق الفلسطيني لكن ذلك لم يمنع أن يراها الجميع وسيطا نزيها وموثوقا فيه. أهمية اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين تكمن في أنه سيسمح بإدخال مئات الشاحنات والخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى كل مناطق قطاع غزة بلا استثناء بما فيها شمال القطاع الذي كانت ترفض إسرائيل وصول أي مساعدات له، ما يخفف من معاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين ممن ظلوا في الشمال ورفضوا النزوح للجنوب. كما أن الاتفاق يتضمن أيضا تدفق الوقود إلى كل مناطق قطاع غزة، ما يمثل تقدما ملموسا خاصة أن إسرائيل كانت ترفض خلال الأيام الماضية وصول شاحنات الوقود لشمال القطاع، هذا الوقود اللازم لتشغيل المخابز ومحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه والمستشفيات وكل القطاعات المدنية، بجانب تغطية كافة احتياجات المنظمات الأممية كالأونروا. دور مصر المحوري في التعامل مع التصعيد في قطاع غزة لم يقتصر على قيادة الجهود الدولية لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود للقطاع، بل تخطى ذلك لمستوى الجهود السياسية والدبلوماسية والأمنية لمنع تفاقم الصراع والقيام بدور الوساطة للتوصل لاتفاق وهدنة إنسانية وصفقة لتبادل الأسرى، تهدف مصر من خلالها أن تسهم في خفض حدة التصعيد يعقبها هدن أخرى ثم وقف دائم لإطلاق النار. كان هذا عرضا لأبرز نقاط اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس. ميدانيا، أفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة باعتقال مدير المجمع دكتور محمد أبو سلمية، وأوضحت المصادر أن جيش الاحتلال اعتقل أيضا عددا من الكوادر الطبية من داخل المستشفى الليلة الماضية. كان أبو سلمية أبلغ في وقت سابق بأنه تلقى أمرا بإخلاء المستشفى في 18 من نوفمبر الجاري بعدما رفض أمرا سابقا مماثلا بالإخلاء. قال المدير العام بوزارة الصحة في غزة دكتور منير البرش إن هناك نحو 200 جريحا برفقة الطواقم الطبية لا يزالون محاصرين داخل المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وأكد البرش أن الوضع داخل المستشفى أصبح مأساويا ولا يمكن وصفه، مضيفا بأن جيش الاحتلال أنذر إدارة المستشفى بإخلائه في خلال 4 ساعات وأنه مستمر في قصف محيطه. يأتي هذا بالتزامن إذن مع تنفيذ جيش الاحتلال قصفا استهدف مبنى مستشفى العودة في شمال القطاع.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة يشهد تدفقا كبيرا للجرحى، وأن كثيرين يفقدون حياتهم بسبب غياب الخدمات الصحية. كان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة دكتور أشرف القدرة أكد بأن الوزارة فقدت كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية داخل القطاع، خاصة في منطقة الشمال، وأضاف كذلك بأن مستشفى كمال عدوان فقد كل ما لديه من وقود وهو مخصص للولادة والأطفال، وأجبر على تحمل تبعات الجرحى الذين يصلون إليه، حيث لا يوجد به قسم طوارئ لعلاج الجرحى والمصابين. أكد مدير عام مستشفى غزة الأوروبي دكتور يوسف العقاد خروج المنظومة الصحية في غزة عن الخدمة، وأن مئات آلاف من الجرحى اضطروا للتوجه إلى جنوب قطاع غزة. وخلال اتصال هاتفي مع القاهرة الإخبارية أشار العقاد إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية للمرضى والجرحى بأقل الإمكانيات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الوضع حقيقة غاية في السوء وغاية في التعقيد والصعوبة، حيث أننا في مستشفيات قطاع غزة بشكل عام لم نشهد بهذا الوضع المتردي، ولخروج كثير من المستشفيات عن المنظومة الصحية، ولخروج المنظومة الصحية بأكملها وعن قدرتها للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الملائمة للجرحى والمرضى، هذا لم يشهد له القطاع مثيل. لكم أن تتخيلون بأن قطاع غزة والذي يبلغ حوالي 2.3% مليون نسمة، والذي كان لديه 12 مستشفى حكومي، الآن نصف المستشفيات خرجت عن الخدمة بشكل كامل من منطقة شمال قطاع غزة، وما تبقى من مستشفيات في جنوب قطاع غزة مضطرة لتقديم الخدمة لجميع سكان قطاع غزة، إضافة إلى مئات بل آلاف الجرحى الذين اضطروا للتوجه إلى مستشفيات المنطقة الجنوبية. حول الهدنة إذن بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والتي تمت برعاية مصرية قطرية أمريكية، ينضم إلينا من رام الله السيد نهاد أبو غوش الباحث في الشؤون الإسرائيلية. إذن سيد أبو غوش، يبدو بأنه ما قيل بأنه مسائل لوجستية أعاقت في اللحظة الأخيرة تمرير تنفيذ السريان الهدنة حسب ما فهمنا، هل في معلومات لدى حضرتك أوفى؟ تحياتي لكم. لا، الحقيقة لا توجد معلومات تفصيلية، توجد تكهنات. من ضمن هذه التكهنات هي أنه المقاومة بحاجة إلى ترتيبات أمنية يعني خاصة، يعني هي لا يمكن أن تكشف أو تفصح عن أماكن احتجاز الأسرى وطريقة نقلهم. ثم هناك ترتيب، أصلا لم يكن هناك تحديد لموعد الإفراج عن الأسرى أو البدء بعملية الإفراج، إنما هي وسائل الإعلام التي رجحت أن يكون الأمر اليوم الخميس. يعني البيان الرسمي الإسرائيلي يقول لم يسبق لنا أن حددنا أي موعد، وعلى الأغلب لن يتم الشيء قبل الجمعة. المصادر الإسرائيلية تتحدث عن خلافات اللحظة الأخيرة، وتدعي أن المقاومة حاولت تغيير شروط الصفقة أو بعض تفاصيلها، لكن لا يوجد تأكيد على ذلك على كل حال. من قبل لكن حتى نفهم أكثر سيد نهاد، هل الأمور متعلقة كما فهمنا بقائمة أسماء المحتجزين؟ ربما هذا يعني من ضمن الأسباب التي ربما تكون قد عطلت، يعني هناك خلاف على العدد، على عدد المفرج عنهم في كل دفعة، هناك تفاصيل يعني ثانوية أعتقد، لكن جوهر الأمر أعتقد أنه أنجز، أي أنه جرى التوصل إلى اتفاقية هدنة يتم بوجبها وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام مع حظر التحليق الجوي، وأن الصفقة ستشمل 300 أسير وأسيرة فلسطينية من الأطفال والنساء. أنا أعتقد أن هذا هو الجوهري، وأهميته أنها كسرت مجموعة من اللاءات والجوانب التشدد الإسرائيلية التي سبق أن أعلن عنها نتنياهو نفسه، الذي كان يرفض الهدنة من حيث المبدأ، كان يرفض إدخال قطرة وقود واحدة إلى قطاع غزة، كان يرفض التفاوض مع حماس، كان يرفض اللجوء إلى المفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى، وكان مصرا على أنه الأسرى الإسرائيليين لن يطلق سراحهم إلا بالعقوبات الجماعية وبالتفاوض
العمل العسكري، لكنه أقر في النهاية أن هذه الصفقة هي نتيجة مشتركة للجهد الدبلوماسي مقرونا بالجهد العسكري. يعني عمليا هو يقر بأن القوة لم تفلح في الإفراج عن الأسرى، وأن المفاوضات والوساطات الدولية والإقليمية هي التي مكنت من تحقيق هذه الصفقة، التي في نهاية المطاف ربما تكمن أهميتها الجوهرية في أنها قد تكون مقدمة لصفقة شاملة. يعني هذه هي مجرد مقدمة، أما الصفقة الشاملة فلم يجري البدء أو الشروع بتفاصيلها بعد، لكن ما دام أمكن الاتفاق على هذه الصفقة الجزئية هذا يبشر ويعني يشجع الأطراف الدولية والإقليمية على أنه لا تستطيع إسرائيل حسم كل شيء بالقوة، بل يمكن إنجاز صفقة شاملة من خلال المفاوضات. وهذا الأمر أيضا يترافق ويتكامل دعيني أقول مع الضغط الداخلي الإسرائيلي. هناك حركة جماهيرية تتسع يوما بعد يوم، بدأت بأهالي الأسرى الإسرائيليين وانضم لهم عديد المنظمات الأهلية والحقوقية التي تدعم مطالبهم بالوصول إلى صفقة شاملة على قاعدة الكل مقابل الكل، يعني كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل كل الأسرى الإسرائيليين عسكريين ومدنيين. تتابعنا هذا الضغط الإسرائيلي الداخلي، ولو أنه كان في إصرار أيضا من قبل المؤتمر الصحفي الذي تابعناه للثلاثي نتنياهو وجالنت وغانس، على لسان هذه التصريحات قيل بأن إسرائيل ماضية في تفكيك حماس، وبأننا أيضا ملتزمون بالقضاء عليها تماما، وسنستأنف حربنا بعد انتهاء مدة الهدنة المؤقتة. ما معنى هذا الخطاب، ومن الجمهور المعني منه بالأساس؟ أعتقد أن الخطاب الإسرائيلي بدأ يتغير تجاه الموقف من حماس. في البداية كانوا يقولون سنقضي على حماس، ثم طوروا الشعار إلى القضاء على قوة حماس العسكرية أو على سلطة حماس، وأخيرا باتوا يتحدثون عن القضاء على التهديد الذي تمثله حماس. يعني هناك فرق بين القضاء على حماس والتهديد الذي تمثله حماس. لكن بالأمس أيضا صدر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي تهديدات لقادة حماس في كل مكان في الداخل والخارج، وهذا ربما يشمل، يعني وهذه ممكن أن تثير أسئلة كثيرة، حتى أن نتنياهو أصبح محل يعني سخط الحركة الاحتجاجية التي تطالب بالإفراج عن الأسرى، حين توعد قادة حماس في قطر بينما قطر تستضيف برناع، دافيد برناع اللي هو رئيس الموساد الإسرائيلي الذي يتابع أمور الصفقة. فكيف ستتابع أمور الصفقة وتغتال قادة حماس وأنت تجري مفاوضات معهم من أجل الانتهاء؟ يعني حقيقة هذا في نوع من التخبط، هناك تراجع في يعني احيانا بالشروط العمليه، واستمرار تشدد لفظي يفهم منه ان نتنياهو يخاطب الجمهور المتطرف في اسرائيل، كانه يخوض انتخابات، كانه يريد ان يظهر بمظهر الاكثر تشددا وصقريه ازاء زملائه الوزراء الاخرين، وبالتالي كانه يدرك ان استحقاقات ما بعد الحرب ستبدا ربما به وبوجوده ومكانته السياسيه، ولذلك يحرص على محاولة الجمع ما بين التشدد اللفظي وأيضا استمرار العلاقات الدولية التي تمكن من إنجاز ولو كان هزيلا أو طفيفا. لكن بلا شك أنه إسرائيل في أزمة حقيقية، لأن نتائج العملية العسكرية لم تفضي إلى تحقيق الأهداف المطلوبة لا في القضاء على حماس ولا في استرجاع الأسرى. طب عندما يقال بأنه التأجيل سريان الهدنة أجل ليوم غد لأسباب لوجستية، ما الذي يفهم من أسباب لوجستية أستاذ نهاد؟ يعني كان ضمن البنود المتفق عليها 50 محتجز لدى حماس من النساء والأطفال مقابل إطلاق 150 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية من النساء والأطفال كذلك. معنى لوجستية هل يفهم في أي نطاق؟ يعني هل يفهم في نطاق يعني كيفية التنفيذ نفسه في مسألة التبادل؟ هو حتى الصفقة التي يجري الحديث عنها يجري الحديث عن الدفعة الأولى وهي تشمل 50، لكن هناك دفعة أخرى أيضا يجري الحديث عنها. الآن يجري الحديث عن 4 أيام هدنة، لكن الدفعة الثانية ستكون لستة أيام إضافية، مجموع 10 أيام. ربما يشمل الأمر ترتيبات أمنية تخص قدرة المقاومة على نقل الأسرى من مكان إلى آخر وتجميعهم وإيصالهم إلى هيئة دولية وهي الصليب الأحمر، وربما تشمل بعض الأسماء، لأن إسرائيل ربما تتلاعب بأسماء المفرج عنهم
وهي بالمناسبة قد تعيد اعتقالهم، وربما اعتقلت خلال الاحتجاجات الأخيرة خلال الأحداث الأخيرة عشرات النساء، والصفقة تشمل الإفراج عن جميع النساء الأسيرات الفلسطينيات. على كل حال مثل هذه التفاصيل يدخل عليها عديد الهيئات الدولية والإقليمية والمحلية وسلطة السجون والحكومة الإسرائيلية وهيئة الأسرى الفلسطينية وقيادة حماس في الخارج وقيادة حماس في الداخل، وبالتالي الوصول إلى الصيغة النهائية بحذافيرها التفصيلية هذه المسألة لا أعتقد أنها كانت متاحة. الاتفاقيات التي أبرمها الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة تعلقت بالعناصر الرئيسية للصفقة، لكن ليس بالتفاصيل الإسمية، بمعنى الأسير الفلاني والأسيرة الفلانية وأين سيطلق سراحه وهل سيعود إلى بيته أم يبعد إلى قطاع غزة. هناك تفاصيل كثيرة جدا ربما لا يعلم يعني تفاصيلها إلا الضالعين بالمفاوضات التفصيلية، وربما هؤلاء من جهات دولية وليس فقط من الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة. الوسطاء القطريون والمصريون وكذلك الأمريكيون متفائلون جدا ببدء سريان الهدنة أستاذ نهاد، لكن كيف نتوقع الالتزام بتفاصيله وبنوده من كل الأطراف؟ يعني نحن لم نعهد أن إسرائيل يعني في تاريخها تلتزم بكل شيء يعني تتفق عليه، كثيرا ما تخرق هذه الاتفاقيات وستجد يعني تبريرات هي عادة يعني تختلق وتلفق أي تبرير للخرق أي هدنة، خصوصا إذا لاحت لها أي فرصة لإنجاز عسكري معين مثل اغتيال قائد مهم أو يعني مجموعة عسكرية للمقاومة أو شيء من هذا القبيل. لكن أهمية الالتزام ترتبط أيضا بما بعد هذه الصفقة. هناك أفاق يعني كثيرة يعني لا أعتقد أن إسرائيل سوف تهدرها من أجل مكسب عابر. فمثلا الصفقة الشاملة لا يمكن الوثوق بإسرائيل تجاه إبرام صفقة شاملة إذا لم تلتزم بهذه الصفقة الجزئية. هناك أيضا حسابات أمريكية وإقليمية حول أثر هذه الحرب على إسرائيل وعلى مستقبل إسرائيل في المنطقة. ربما قادة إسرائيل العسكريون الآن مشغولون بالحسابات قصيرة النفس، يعني بمعنى كم سيقتلون اليوم، كم قذيفة، كم طائرة، ما وضع الحرب في غزة، لكن لا يفكرون بالأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة التي تسعى إلى إدماج إسرائيل في المنطقة وبناء نظام إقليمي جديد كما كانوا يتحدثون عن ممر الهند، الخليج المتوسط، أوروبا وما إلى ذلك. فبالتالي كل ما تقوم به إسرائيل سيؤثر على صورة إسرائيل المستقبلية، لذلك هي معنية بإنهاء هذه الحرب. إنهاء الحرب بات هدفا دوليا وليس فقط يعني، خصوصا أن أكثر من شهر ونصف مضى على هذه الحرب وليس هناك إنجازات جديدة. بالمناسبة الصفقة التي يجري الحديث عنها كانت عناصرها الرئيسية جاهزة منذ أكثر من شهر، فما الذي تغير خلال هذا الشهر سوى مزيد من القتل وعمليات الإبادة والتهجير الإسرائيلية لم تحقق أي منجز عسكري سوى قتل مزيد من المدنيين الفلسطينيين. أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من رام الله أستاذ نهاد أبو غوش الباحث في الشؤون الإسرائيلية. صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بأن الاتصالات والمشاورات المصرية مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة، وأوضح رشوان بأن ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأنه من المتوقع وفقا لمسار هذه الاتصالات والمشاورات المصرية أن تدخل الهدنة بكل شروطها حيز التنفيذ يوم غد. وينضم إلينا إذن لاستضاح هذه التفاصيل بشكل أوفى دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية. مرحبا بك معنا دكتور رشوان. إذن لو تعطينا معلومات أكثر من ضمن ما تابعته دكتور رشوان حول ما قيل أو ما صرحت به بأنه تفاصيل اللحظة الأخيرة، التفاصيل اللي حضرتك وصفتها بأنها تنفيذية. نعم، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. وبالطبع يعني هذا التصريح، هذه المعلومات هي معلومات رسمية
تتعلق بانه هذه الهدنه وهي هدنه جديده من نوعها في قطاع غزه. نعلم جميعا ان المرات السابقه التي كان هناك فيها صراع عسكري في القطاع كان الامر اقل تعقيدا مما هو عليه اليوم، وبالتالي فهناك عديد من الاجراءات التنفيذيه وعديد من التفاصيل الضروري الامساك بها قبل سريان الهدنه من طرفيها والتزام كل منهما بها، وبالتالي فقد استغرق الامر بعض الوقت، ولكن الاتصالات والمشعورات المصريه جاريه على قدم وساق ولم تتوقف للحظه واحده حول هذه التفاصيل وهذه الاجراءات المطلوب تطبيقها. وبشكل عام الامر لا يتعلق الان وبشكل واضح ايضا لا يتعلق بمبدا الهدنه. يعني ليس هناك أبدا من أي تخوف برجوع الأمل دكتور ضياء، ليس معنى تأجيل سريان الهدنة بأنه حالة الأمل التي أشيعت حقيقة منذ الإعلان عن هذه الهدنة بأنها ما زالت قائمة؟ الحقيقة لا، الهدنة الأطراف المشاركة فيها سواء الطرفين المباشرين أو الأطراف الأخرى التي تتوسط من أجل عقدها ومن بينها مصر طبعا وفي مقدمتها مصر، الأطراف كلها حتى الآن ملتزمة ولا نية لديها للتراجع عن الهدنة أو المبدأ. لكن كما ذكرت أن تعقيدات هذه الهدنة سواء المتعلقة بمسار المعارك أو متعلقة بمسار المساعدات أو متعلقة بمسار الإفراج عن المحتجزين من الجانبين أو متعلقة بمسار تحليق الطيران الإسرائيلي فوق مناطق من غزة أو مناطق. طب لو تفندها لنا دكتور، يعني كنا يعني ضمن ما تابعنا أنه كانت المسألة الخاصة بتعقيدات قائمة الأسماء للمحتجزين والأسرة كانت قائمة، أيضا مسألة تحليق الطائرات طائرات الاستطلاع الإسرائيلية حتى لا يعرف مكان عناصر القسام، كل هذه الأماكن يعني الأمور كانت عالقة للحظة الأخيرة. هل ما زالت نفسها هي الأمور التي تعيق السريان تنفيذ الهدنة؟ الحقيقة يعني لا أريد أن أتحدث في كثير من التفاصيل أو بعض التفاصيل قد تعيق أيضا هذه المشاورات والاتصالات، ولكن نعلم جميعا أن أطراف الهدنة خاصة حركة حماس وأيضا الحكومة الإسرائيلية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر الشقيقة وقطعا مصر كذلك قبل كل هذا أعلننا جميعا الملامح العامة لهذه التفاصيل، والملامح العامة حتى الآن سارية. المبادئ العامة المتعلقة سواء بوقف إطلاق النار أو سواء بتحليق الطائرات أو سواء بالإفراج عن أعداد محددة من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية ومقابل أعداد أخرى محتجزين وأسرى لدى دولة إسرائيل، كل هذه التفاصيل العامة قائمة، يبقى فقط التطبيق. يعني وبالتالي لا رجوع عما تم الاتفاق عليه وما نشرته كل الأطراف ومن بينها مصر بالقطع هذه المبادئ العامة التي يجري الآن التفاوض والتشاور حول تفاصيلها وحول كيفية تطبيقها والبدء في تطبيقها، والذي نرجح حتى الآن وفقا لكل المقدمات الموجودة في هذه المشاورات والاتصالات أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ غدا الجمعة بإذن الله. يعني المسألة ليست في الأعداد، الأعداد كما هي 50 محتجز لدى حماس و150 من الأسرى في السجون الإسرائيلية من النساء والأطفال، إذا المسألة كلها في قوائم، يعني الأسماء المطلوبة دكتور ضياء؟ كل ما أعلنته الأطراف نفسها هي ملتزمة به، ومصر أيضا ملتزمة هي الولايات المتحدة وقطر بما تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ أو من حيث التفاصيل المتعلقة بالنسب وبالأعداد، يبقى التطبيق، والتطبيق دائما يكون هناك فيه بعض المشاكل. كل الهدنة التي عرفها التاريخ دائما هناك تفاصيل أحيانا تعطل قليلا وأحيانا يعني توقف قليلا، لكن كما أؤكد مرة أخرى أن اتفاق الهدنة قائم بكل مبادئه العامة وتفاصيله فقط هي اللي جاي الآن التفاوض حوله. في بند دكتور رشوان حول أنه يعني يتعين على الصليب الأحمر، هذا البند خاص بإسرائيل، وزيارة المحتجزين المتبقين لدى حماس والاطمئنان على صحتهم، هذا البند هل تم الموافقة عليه من قبل حماس؟ أيضا لست في حل من ذكر من وافق ومن رفض، لكن هذا البند أيضا حتى من الجانب الإسرائيلي الذي أعلنه أعلن بصيغتين، الصيغة الأولى أنه الصليب الأحمر سيزور كل المحتجزين، وفي صياغة أخرى أنه سيزور فقط المحتجزين المدنيين. وبالتالي حتى الجانب الإسرائيلي الذي طرح
وحده ولم تطرحه حركة حماس ولم يطرحه الأطراف الوسيطة، هو لدى الجانب الإسرائيلي له صياغتان، وبالتالي ربما يكون هذا ضمن أيضا الأمور التي يجري الحديث حولها الآن. لكن يعني سؤالي الأخير وأرجو إجابة باختصار دكتور، أنتم الآن متفائلون بأنه سيتم سريان الهدنة المؤقتة غدا بكل بنوده والالتزام به من كل الأطراف؟ ما نطمح إليه وما تعمل عليه مصر الآن بكل قوة ومع شركائها وأن تبدأ القمة، تبدأ الهدنة غدا إن شاء الله الجمعة. والتفاؤل يتعلق بأن لا رجوع عن مبدأ الهدنة، الجميع لهم مصلحة في هذه الهدنة، كل الطرفي الهدنة نفسهم لهم مصلحة، والأطراف الوسيطة مصلحتها إيقاف القتال وإيقاف الدم، سيل الدم في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وبالتالي أعتقد أننا في إطار الصحيح وأن الهدنة بمبادئها العامة سارية. يبقى التفاصيل ويبقى الأمل والمشاورات الكثيفة والحثيثة لكي تبدأ سريان الهدنة غدا إن شاء الله الجمعة. أشكرك جزيلا لكل هذه الإيضاحات دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية بوصول طائرة مساعدات من الأردن تابعة لوكالة أونروا إلى مطار العريش، وذلك تمهيدا لنقل حمولتها إلى داخل القطاع. يواصل مطار العريش الدولي استقبال الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى داخل قطاع غزة، حيث وصل إلى المطار خلال الساعات الماضية 7 طائرات محملة ب 155 طنا من المساعدات الإنسانية. هذا وأفاد موفد القاهرة الإخبارية بدخول شاحنتي وقود محملتين بمئات ألاف اللترات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ليرتفع الإجمالي إلى 17 شاحنة. وأشار موفدنا كذلك إلى وصول 3 حافلات تقل أكثر من 200 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح، بالإضافة إلى دخول 10 سيارات إسعاف إلى القطاع عبر المعبر لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم. وينضم إلينا موفد القاهرة الإخبارية من معبر رفح محمد عبيد. محمد، ما هو جديد دخول المساعدات إلى المعبر الآن؟ نعم، هناك استمرار لتدفق الشاحنات من الجانب الآخر بعد أن خزنت على مدار الساعات الماضية، بدأت في الانطلاق منذ ساعة تقريبا نحو الجانب الفلسطيني لتفرغ حمولتها ويتم تسليم هذه الحمولة إما للهلال الأحمر الفلسطيني أو حتى لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية كالأونروا. كذلك أيضا 10 مصابين قد وصلوا بالفعل، معهم 9 مرافقين انتقلوا إلى المستشفيات القريبة من رفح، منها الشيخ زويد والعريش وأيضا بير العبد. وكان إذا كانت هناك حالات تستدعي الانتقال إلى معهد ناصر أو مستشفى الشيخ زايد في القاهرة أو حتى مستشفى الأورام للأطفال أو للكبار سينتقلون مباشرة، ومعظم هذه الإصابات هي إصابات خطيرة من كسور وجروح وحروق. كذلك أيضا من مزدوجي الجنسية ارتفع العدد إلى ما يزيد عن 200 بعد وصول حافلة رابعا منذ لحظات. هناك أيضا تدفق للوقود كما ذكرنا، شاحنتان إضافيتان قد دخلتا ليصل العدد الإجمالي 17 شاحنة منذ الأيام الماضية وحتى اليوم. ومن المنتظر أيضا أن تدخل شاحنتين إضافيتان جديدتان ربما بعد ساعات، لكن بعد أن تفرغ الشاحنات الأولى حمولتها في الجانب الفلسطيني. كذلك أيضا هناك تدفق للمساعدات الإنسانية التي كانت تنتظر في المدن في شمال سيناء كالعريش، والتي تصطف بها مئات الشاحنات المحملة بأطنان من المساعدات الإنسانية. هناك أيضا استعداد
للقافلة المساعدات الشاملة التي أعلنت مصر عنها والتي ربما قد تصل صباح غد إن شاء الله، وهي محملة بآلاف الأطنان من المساعدات، منها مساعدات إنسانية وغذائية، وكذلك أيضا ما يزيد عن 1000 طن من المساعدات الطبية، أجهزة طبية متقدمة، غرف عناية مركزة، طيب، أدوية، محاليل طبية. يعني هناك تحضير مختلف محمد حقيقة الأيام الأربعة للهدنة المؤقتة المتوقع سريانها غدا، على الصعيد الإنساني مهمة حقيقة، هل في جاهزية واضحة ترصدها أنت لنا من خلال حجم المساعدات التي تترقب بدء سريان الهدنة ومن ثم الدخول بشكل أكبر وبتدفق أعلى إلى داخل القطاع؟ نعم، هناك استنفار داليا، استنفار كبير على مستوى سلطات معبر رفح، وكذلك أيضا استنفار وتنقل الشاحنات من نقاط الوقوف قبل مدينة رفح ومنها العريش أو حتى بير العبد والشيخ زويد، والتي تبعد 10 كيلومترات، 50 كيلومتر أو ما يزيد عن 150 كيلومتر. تصطف هذه الشاحنات في هذه المدن المختلفة وبدأت في الاستعداد، ونحن قادمون إلى المعبر صباحة هذا اليوم تستعد للانتقال إلى ساحة الانتظار التي هي في الخلف تمهيدا لشارة البيت لتدفق أعداد كبيرة. في الأيام الماضية كنا نرصد ما بين 50 إلى 100 شاحنة، هذه الأعداد ستتضاعف كثيرا إلى العشرات في الساعات الأولى من سريان الهدنة. كذلك أيضا كنت أتحدث إلى علمنا أن حماس تتمسك بإدخال من 200 إلى 300 شاحنة مساعدات بالإضافة إلى 8 شاحنات وقود، هل لدينا تأكيدات محمد حول أعداد الشاحنات المتوقع إدخالها مع بدء سريان الهدنة؟ الجانب المصري قال مرارا وتكرارا بأنه مستعد لدخول أكبر عدد ممكن من الشاحنات، هذا يتوقف على الإجراءات في الجانب الآخر، سواء التنسيق ما بين الاحتلال الإسرائيلي أو المنظمات الإغاثية كالأونورو التي تستقبل معظم هذه المساعدات وتقوم بإعادة توزيعها مرة أخرى داخل القطاع. فبالتالي 8 شاحنات أو 8 شاحنات أو حتى ما يزيد أو ما يقرب من 400 شاحنة مساعدات هي جاهزة للدخول من هذا المعبر، هي لا تأخذ إلا يعني دقائق معدودة لكي تعبر إلى الجانب الآخر. المعضلة ليست في الجانب المصري، التأخير دائما ما يكون في الطرف الآخر، وإذا ما توقف القتال سيكون الممرات لهذه الشاحنات سريعة. كذلك أيضا كنت أتحدث مع أحد مسؤولي وزارة الصحة، إذا كانت هناك استعدادات لاستقبال أعداد أكبر من المصابين، يوميا نتحدث ما بين 10 مصابين إلى 25 مصابا يوميا، قال بأن الوزارة ستقوم بالوصول إلى عدد سيارات الإسعاف إلى معبر رفح إلى ما يزيد عن 200 سيارة إسعاف، إذا كان هناك 80 فقط في محيط معبر رفح سيتضاعف هذا العدد لاستقبال أعداد أكبر من المصابين، لذلك هناك استعدادات على مستوى أكبر لاستقبال المصابين مزدوجي الجنسية. كذلك أيضا الشاحنات، شاحنات المساعدات، ومنها هناك مخزن كبير لهذه المساعدات في مطار العريش يستقبل الطائرات وتخزن هذه المساعدات وتنقل بالتبعية إلى الهلال الأحمر المصري، ثم بعد ذلك تنتقل عبر هذه الشاحنات إلى الجانب الفلسطيني. فبالتالي إعلان بدء الهدنة هو إعلان التدفق السريع والمتوالي للشاحنات وشاحنات الوقود وشاحنات المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود، وكذلك أيضا استقبال من الجانب الآخر مزيد من المصابين، مزيد أيضا من مزدوجي الجنسية أو حتى الجنسيات الأجنبية، لأن هناك ربما في الخلف عدد كبير من السيارات، هذه السيارات تتبع سفارات مختلفة، منها السفارة الفرنسية، السفارة الكندية والأمريكية وأيضا البريطانية وغيرها من السفارات الأخرى التي تأتي للتنسيق مع سلطات المعبر لإجلاء رعاياها من داخل قطاع غزة. فبالتالي هناك تدفق. شكرا محمد، إذن يبدو بأنه أمامك ساعات طويلة من العمل. أشكرك جزيلا من معبر رفح موفد القاهرة الإخبارية محمد عبيد. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من نظيره الأمريكي، أكد السيسي بأن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة. من جانبه وجه بايدن الشكر للرئيس السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة
الخدمة الإنسانية بقطاع غزة، مثمنا الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ومؤكدا رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري لسكان قطاع غزة. أكدت السفارة الأمريكية في القاهرة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره للجهود التي بذلتها مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين. وفي بيان للسفارة قالت إن الرئيس بايدن أكد خلال المباحثات الهاتفية بأن الولايات المتحدة لن تسمح في أي ظرف من الظروف بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية أو فرض حصار على غزة أو إعادة رسم حدود القطاع، مبينة بأن بايدن أكد أيضا التزامه بإنشاء دولة فلسطينية، وأقر بالدور الرئيسي الذي تلعبه مصر لناحية تهيئة الظروف المواتية لتحقيق ذلك. واتفق الرئيسان على أن يبقيا على اتصال وثيق على مدار الأيام المقبلة فيما يتم تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الرهائن بشكل كامل. هذا وعلى مدار العقود الماضية لم تتخلى مصر عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية، هذا ما ظهر جليا في العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة. وعملت القاهرة منذ اللحظة الأولى من الحرب إلى وقف إطلاق النار وإنهاء المأساة الإنسانية في القطاع المحاصر. على مدار أكثر من 7 عقود لم تتخلى مصر يوما من الأيام عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية، وهذا ما ظهر في العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة الذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين. حيث عملت القاهرة منذ اللحظة الأولى من الحرب إلى وقف إطلاق النار وإنهاء المأساة الإنسانية في القطاع المحاصر. مصر من خلال لغة خطابها الدبلوماسي عملت على 3 محاور، أهمها إفشال مخططات التهجير القسري لسكان قطاع غزة، والضغط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية واستدامتها، وكذلك التوصل إلى أفق سياسي يفضي إلى حل الدولتين، وهي المواقف التي دعمتها الدول العربية ودفعت إلى تغيير المواقف الغربية وتحولها من الدعم المطلق لإسرائيل إلى الدعوة لإدخال المساعدات تأييداً للموقف المصري الهادف إلى بناء توافق دولي حول دعم قطاع غزة. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة كثفت مصر من جهودها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية من أجل التهدئة وإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية والأسرى لدى الجانب الإسرائيلي. وقامت مصر على مدار أكثر من 1.5 شهر بجهود متواصلة من أجل التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، وهو ما ظهر مؤخرا حول اتفاق الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي على صفقة تبادل المحتجزين والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية والسولار والغاز إلى كافة مناطق قطاع غزة. ومنذ اللحظة الأولى من العدوان في غزة لم تغلق مصر معبر رفح البري في أي لحظة، كما واجهت التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية، وقامت بالضغط على الاحتلال والأطراف المعنية من أجل إدخال جميع المساعدات المطلوبة للقطاع المحاصر، كما فتحت مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصرين، واستقبلت عشرات الجرحى والمصابين الفلسطينيين. كما سعت مصر من خلال تنظيمها قمة القاهرة للسلام إلى بناء توافق دولي يدعو إلى وقف الحرب
كذلك المطالبة باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتحذير من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم. وشددت خلال مشاركتها في القمتين العربية الإسلامية والبريكس أنها لن تقبل أبداً بدعوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة. الرؤية المصرية لمستقبل قطاع غزة ترتكز على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، تضم أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية كحل عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. ولتفاصيل أوفى حول التطورات الإنسانية ينضم إلينا من جنوب القطاع دكتور هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة. مرحبا بك معنا في هذه التغطية دكتور هشام. إذن في ترقب لسريان الهدنة المؤقتة بعد أكثر من 48 يوما قضاها قطاع غزة وسط حالة أقل ما توصف بأنها كارثية، لو تعطينا آخر تقديراتكم الآن للوضع وكيف تنتظرون سريان الهدنة لإدخال المزيد من المساعدات الآن؟ يعني أولا شكرا لكم على استضافتكم الكريمة وتحياتنا لكم. الوضع الإنساني في غزة أصبح لا إنساني يعني بمعنى الكلمة في ظل تدهور الأوضاع خاصة في شمال غزة مع عدم توفر أي سبيل لإيصال أي نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والمقومات الأساسية للبقاء كالمياه والغذاء والدواء، وهم أصبحوا عالقين يعني من تبقى هناك أصبح عالقا لمدة أسابيع طويلة بدون هذه المقومات. أوضاع المستشفيات في الشمال أيضا سيئة للغاية، معظمها خرج عن الخدمة، معظمها تحول إلى ساحة حرب بدلا من أن تكون ملاذا لعلاج المرضى أو ملاذا لمن اتخذوها أيضا كملجأ من المدنيين. الوضع في جنوب غزة أيضا لا تقل خطورة ولا تقل بؤسا عن شمالها في ظل تدفق مئات الآلاف من الشمال إلى الجنوب بعد خروجهم اضطرارا يعني بحثا عن طوق نجاة والبقاء على قيد الحياة في رحلة من الرعب، ليست في ممرات آمنة بل هي رحلة من الرعب في ظل عدم وجود ضمانات أمنية تضمن وصولهم بأمان. وبعد وصولهم إلى هذه الرحلة بعد أن أصبحوا عالقين لمدة أسابيع ووصلوا إلى جنوب غزة يعني يجدون أنفسهم أمام تساؤلات عدة، من أين سوف نحصل على طعام؟ أين سوف نمكث هذه الليلة؟ هل سيكون لدينا أي ملبس أو مكان نمكث فيه؟ لازالت هناك آلاف الأسر التي لا تزال في العراء بدون سقف فوق رؤوسها وبدون وصول على الإطلاق لمقومات الغذاء والدواء. هذا أولا. ثانيا لا يمكن الاستمرار في أداء مهام الإنسانية سواء من صليب أحمر أو غيره في ظل محدودية الدعم الإنساني الذي يعني يتم السماح له بالدخول عبر معبر رفح. نحن نرحب بكافة الجهود التي أدت إلى إدخالنا، تم إدخاله حتى اللحظة وعلى مدار أسابيع مضت، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والتدهور في الوضع الإنساني وما يدخل إلى داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح لا يوجد هناك أي تناسب. طيب هناك يعني تفاؤل حقيقة بالأيام الأربعة للهدنة المؤقتة على الصعيد الإنساني ستكون مهمة جدا، هناك المعلومات تتحدث عن إدخال من 200 إلى 300 شاحنة مساعدات منها 8 شاحنات وقود للأعمال الإنسانية، هل هذا يكفي وسط كل ما تصفه لنا دكتور؟ يعني أولا الحديث عن الهدنة ووقف إطلاق النار وما شابه، أولا نحن لسنا منخرطين في أي مفاوضات بين أي أطراف متنازعة خاصة في ظل ما نشهده في غزة بين غزة وإسرائيل. نحن نقف على أهبة الاستعداد كوسيط إنساني محايد لممارسة هذا الدور إذا ما تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار وإذا ما طلب منا التحرك في لأي مهمة إذا ما توفرت أيضا التدابير الأمنية والضمانات الأمنية لذلك. طيب. نحن نأمل أن نشهد يعني في أقرب فرصة الإعلان عن هذا الأمر لأنه من شأنه أن يخفف وطأة الموت والعنف الذي يتعرض له الجميع. هذا أولا. ثانيا الحد الأدنى الذي يضمن
إيقاف تدهور الوضع الإنساني هو تدفق مستدام وغير منقطع للمساعدات الإنسانية، ليس فقط على مدار 3 أو 4 أو 5 أيام. الحاجة أكبر بكثير، خاصة إذا ما استمر نزوح الأهالي من شمال غزة إلى جنوبها. يعني تخيلي أن قطاع غزة مساحته 365 كيلومتر مربع، يقطنها أكثر من 130,000. الوقت دهمنا وفي تفصيلة حابة يعني أتأكد منها من حضرتك، حسب الجانب الإسرائيلي بأنه سيسمح للصليب الأحمر بزيارة بقية المحتجزين لدى حماس في القطاع، هل بلغتم بهذا الأمر وكيف ستنسقونه باختصار لو سمحت؟ يعني نحن لم يتم إبلاغنا بأي تفاصيل تتعلق ببنود الاتفاق حتى اللحظة. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة دكتور هشام مهنا. التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون بعدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين وأجرى زيارة إلى مستوطنة بائيري وعدد من المستوطنات في غلاف غزة ضمن الجولة التي يقوم بها كاميرون إلى الشرق الأوسط. وأوضحت الخارجية البريطانية بأن الزيارة تأتي بعد يوم واحد من لقاء كاميرون مع المجموعة الوزارية العربية الإسلامية في إطار جولتها حول العالم للتوصل إلى حل الأزمة في غزة وفي الأراضي الفلسطينية. كان كاميرون رحب بإعلان التوصل لهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمدة 4 أيام، مؤكدا بأنها خطوة مهمة داعيا الأطراف إلى إتمام تنفيذ اتفاق الهدنة. وينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن دكتور حميد بن يحيى الشجني الأكاديمي والبحث السياسي، مرحبا بك معنا دكتور. إذا يبدو بأن هناك تفاؤل كبير دوليا وإقليميا بالوصول إلى هدنة مؤقتة والكلام عن يعني اتفاق للتبادل، إلى أي حد أنتم متفائلون بهذه الهدنة وهل ستكون مقدمة برأيكم للمزيد من الاتفاقات أو على الأقل لتمديد الاتفاق؟ مرحبا سيدتي الفاضلة. يعني الحقيقة أن موضوع الهدنة أتى بعد الضغوط الشعبية العارمة التي مورست في العواصم الأوروبية وفي أمريكا على حكوماتها طريقة التي تصرفت هذه الحكومة تجاه العدوان السافر من قبل الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وأصبح الناس أكثر وعيا بما يحدث على أرض الواقع وطالبوا بكل وضوح بوقف الحرب التي تشنها الكيان الصهيوني على غزة. أيضا هناك تعاضد كبير جدا جدا لم يسبق له مثيل مع إخواننا في غزة ومن قبل هذه قوى التحرر في العالم حول ما يجري في غزة والمذابح وما إلى ذلك، والكل ينادي بتحرير فلسطين من العدوان. التركيز الآن أتى على مشكلة العدوان ليس على مشكلة يعني ما يحاول الترويج له وهي 8 أكتوبر. العالم الآن يندد بالعدوان بالعملية الاستعمار الذي موجود في فلسطين، ينادي بعملية إنهاء ما يسمى بالأكيوبيشن اللي هو الاستعمار المنطقة. فهنا الحكومات الغربية أرادت أن يكون هناك ذرة رماد على العيون بإيجاد هذه الهدنة حتى تقول نحن الآن في مرحلة سلم والسلم موجود وما إلى ذلك، ولكن النية المبيتة هي عملية أكبر مما يتخيله سكان المنطقة للأسف. يعني هناك عملية ترحيل يتم يعني الترتيب لها، ترحيل الفلسطينيين ليس فقط من القضاء وإنما من الضفة الغربية إلى الدول المجاورة. هناك عملية مشاريع يتم بحثها على طاولة الاستثمارات تتمثل في تحييد قناة السويد وقطع يعني الدخل الفظيع التي تحصل عليه مسألة التهجير أو سيناريو التهجير. نعم. سيناريو الترانسفير رفض بكل اللهجات من الرئيس المصري وأيضا الرئيس الأردني دكتور حميد، وبالتالي نعم. الكلام الآن أصبح فيما بعد، الدور الغربي الآن
الدول الأوروبية، كيف تنظر لكل المعطيات الآن ما بعد حتى انتهاء هدنة الأربعة أيام، وكيف ينظر لما كان يقوله نتنياهو بأننا سنحرر محتجزين عسكريا والآن اضطر بأن يقبل بالهدنة؟ عزيزتي الفاضلة، أولا يجب تصحيح ما تم نقله. عملية عملية ترحيل المواطنين الفلسطينيين لم ينتهي، القضية لم تنتهي، وهناك أحد الرؤساء العرب وتعرفون ذلك قال بأنه يجب الترحيل ليس إلى سيناء وإنما إلى صحراء النقب، وكأن القضية هي محل نقاش ومحل مفاوضات، ولم يكن الموقف واضح بأن هذا خط أحمر. هؤلاء في وطنهم ويجب أن يحترموا في وطنهم، ليس عملية التنقيل هل يتم إلى صحراء النقب أم إلى صحراء سيناء. فالعملية لدى الكيان الصهيوني لا زالت موجودة، والدول الغربية تتفاوض مع حكومات المنطقة على كيفية عمل ذلك. هذا مهم جدا جدا، كون مصر هي الدولة العربية التي يجب أن يعول عليها. مصر هي عبارة عن العروق لرب القضية الفلسطينية، هي ما يجري في غزة هي الدفاع عن كل كرامة العرب بما فيها الأمن القومي المصري، وهذا هو جانب مهم جدا جدا. عملية الرهائن وما الرهائن، إسرائيل لا تبالي بالرهائن، يمكن أن تقتل هؤلاء الرهائن كما عملت في 7 أكتوبر عندما قتلت الفلسطينيين المقاومين الفلسطينيين مع المحتجزين الصهاينة، قتلتهم، وهذا أصبح التحقيق واضح للعيان. فالذي يحدث الآن هو عملية خطة مدروسة بأنه في حالة وجود أي خطأ من قبل الفلسطينيين سيتم عملية تطبيق هذه الخطط، وهي عملية التهجير القسري. الآن ما يحدث في الضفة الغربية، هناك الآن في الضفة الغربية مشاكل على بشكل دائم، ويسلط المستوطنين على أبناء الضفة الغربية. عملية الوصول إلى حل لدولتين وما إلى ذلك هذا عاف عليه الزمن، لأن إسرائيل أوجدت المستوطنات هناك والخطوط السريعة ولا تريد وجود مثل ذلك. يجب أن يكون الموقف العربي هو تحرير فلسطين. إذا كان هناك العملية تحرير فلسطين مقابل إيجاد أمن للجميع في داخل فلسطين فسيتم الوصول إلى مفاوضات. أما عملية الدولتين وعاصمتها القدس الشرقية وما إلى ذلك، الكيان الصهيوني لم يرضى بذلك، وهذا يمثل 22% من أرض فلسطين الأصلي. يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، وأن يكون الخطاب واضح للجميع بأن الكيان الصهيوني لا يريد حل، يريد الاستيلاء على المنطقة وليس فقط على فلسطين، يريد الهيمنة ويكون صاحب القرار، وأن تخضع الدول الكبرى المجاورة للقرار الصهيوني. وهذا ما يحاول الغرب أن يروج لذلك، ويحاول أن يخوف الأنظمة العربية بهذه العصا الغليظة. يجب أن نكون واضحين في ذلك، ونأمل أن تكون هناك إرادة عربية ومقاومة عربية ووضوح في الرؤية العربية بأن فلسطين محتلة، وليس عملية 7 أكتوبر و8 نوفمبر وما إلى ذلك. البيت الأبيض دكتور حميد على لسان الرئيس بايدن قال بأننا سنعمل خلال الأسابيع المقبلة على إنجاز مزيد من الاتفاقيات، هل هذا عمليا يمكن حدوثه بنظر طبعا المخاض العسير اللي يبدو بأنه مرت به هذه الصفقة التي نحن بانتظار سريانها غدا؟ البيت الأبيض يحاول جاهدا أن يدعم الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، فلولا المقاومة الموجودة على الأرض والمقاومة التي استطاعت أن تصمد لمدة ما يقارب الآن شهران 45 يوم أو 50 يوم، ولم يستطع الكيان الصهيوني أن يحرر جزء من الرهائن كما ادعى أو أن يصل إلى الرهائن، هذا هو يعتبر عبارة عن وصمة عار بالنسبة للإدارة الأمريكية كما هو بالنسبة للكيان الصهيوني، لأنه مضروع أنهم سيذهبون لتحرير الرهائن في خلال ساعات، ولم يستطيعوا أن يدخلوا القطاع وتكبدوا الكثير من الخسائر. فالإدارة الأمريكية تحاول أن تجمل الصورة الخبيثة للعدوان الصهيوني عن طريق إيجاد مثل هذه الحلول التي يحاولون أن تصب في مصلحة الكيان الصهيوني. لم يتم إلى الآن
من الدول الغربية أن تقول للعدوان الصهيوني كفى يكفي، أو أن تندد بالجرائم التي تمت في حق الأطفال والشيوخ والنساء. وهذا هو ما يجب أن يكون الموقف العربي تجاه ذلك، أن يندد بالعدوان الصهيوني ويؤيد المقاومة، لأن فلسطين محتلة ومن حق أي دولة محتلة أن يكون هناك مقاومة تحترم. لا يجب أن يكون هناك عملية التنديد بالمقاومة تحت ذريعة أننا نحاول أن نوفق بين الجانبين. ليس هناك جانبين، ليست حرب، هذا عدوان، ليس هناك تكافؤ، ليست هناك دولة فلسطينية يعني لديها الجيوش والجرارات والطائرات. طيب الآن عمليا من أين يمكن أن يبدأ الحل دكتور حميد؟ يعني هناك مجموعة وزارية عربية إسلامية تجوب العواصم الأوروبية الآن لمزيد من إحداث ضغط على الجانب الإسرائيلي ومحاولة الوصول إلى تسوية في الأفق، هل أنت متفائل بما يمكن أن يحقق على الأقل من إعطاء ضمانات من العواصم الأوروبية؟ يا عزيزتي الفاضلة، عملية استجداء الغرب في عملية الضغط على أوروبا على الكيان الصهيوني لا يسمن ولا يغني من جوع. لولا الضغط الشعبي الذي وجد في هذه الدول والذي أخاف الكيان الصهيوني أصبحت القضية تناقش في الشوارع الأوروبية وأمريكا وكثير من دول العالم عن عملية الاحتلال، وهذا ما خوف الكيان الصهيوني وخوف الإدارة الأمريكية، وأصبح هناك عملية يعني مبادرة لإيجاد وكل إطلاق النار كما يسمى أو هدنة أو ما إلى ذلك. هذا هو الذي، أما بالنسبة هم يعرفون أن العرب ليسوا جادين، العرب الحكومات العربية ليست جادة في مناقشة هذه القضية والتلويح بما هو مهم، وهو عملية استخدام كل ما بأيديهم لوقف هذا العدوان. ليس العدوان كما قلت هو على غزة، العدوان هو على الوطن العربي، العدوان هو على مصر والأردن وسوريا بالذات، لأن هذا الكيان لا يؤمن بأن هذه الدول ستتحرك. يعني أشكرك جزيلا، كنت معنا من لندن دكتور حميد بن يحيى الشجني الأكاديمي والباحث السياسي. قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن 1 مليون نازح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه يقطنون داخل 156 مركزا، مشيرة إلى أن المرافق التابعة لها تستوعب عددا من النازحين يفوق طاقتها الاستيعابية في الوضع الطبيعي بنحو 4 إلى 9 مرات. وأعلن المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة بأن جميع الشاحنات التي دخلت القطاع لا تكفي إلا لثلاثة أيام فقط، مؤكدا استشهاد 108 موظفين لدى الوكالة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة. هذا وقال المتحدث باسم وكالة الأونروا في الضفة الغربية كاظم أبو خلف، قال إن القطاعات التي تقع ضمن مسؤولية الوكالة لم يطرأ عليها أي تغيير بعد الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن الخدمات التي تقدمها الأونروا أصبحت تمتد إلى غير اللاجئين أيضا. وأضاف أبو خلف بأن ظروف النازحين مأساوية جدا، ويوجد في كل فصل من فصول المدارس ما بين 70 إلى 80 نازح، ويشترك أكثر من 500 شخص في المرافق الموجودة بتلك المدارس. قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث إن كثيرا من النساء والأطفال في قطاع غزة استشهدوا خلال العمليات الأخيرة. وفي كلماتها أمام جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في قطاع غزة، أكدت المسؤولة الأممية تشجيع جميع المانحين على مواصلة دعم القطاع ومواصلة التنسيق مع الهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات إلى غزة. خطة استجابة منظمتنا لغزة مع الشركاء وبرنامج الأغذية العالمي ستضمن
إيصال المساعدة الغذائية والنقدية 14,000 أسرة تعيلها المرأة، أي ثلث هذه الأسر. سندعم هذا العمل مع الهلال الأحمر المصري والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتوزيع هذه المعدات للنساء في غزة كأولوية. أشجع كل المانحين على تعزيز تخصيصاتهم بما في ذلك للأنروا التي تبقى سترة الحياة الوحيدة، سترة النجاة لآلاف الفلسطينيين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت 90 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق من محافظة الخليل واعتقلت 15 مواطنا من مخيم العروب وفتشت عددا من المنازل. وفي بيت لحم اعتقل الاحتلال 4 مواطنين من مناطق مختلفة في المحافظة بعد دهم منازلهم وتفتيشها. في جنين حيث فجرت قوات الاحتلال مخزنا واعتقلت 4 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، فضلا عن اعتقال 9 فلسطينيين على الأقل من مدينة نابلس و4 آخرين بينهم أسرى محررون في طوباس. على كل نتوقف مع كل ما يحدث من تطورات في الضفة الغربية المحتلة مع الزميلة فيروز مكي. إليك فيروز. شكرا لك داليا. مع تفاقم الصراع في قطاع غزة تتجمد الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة إلى مزيد من التصعيد أيضا. لا يمر يوم دون أن تشهد مختلف المناطق مداهمات للجيش الإسرائيلي واشتباكات عنيفة عقب تصدي الفلسطينيين لها. إذن نبدأ من الشمال، من شمال الضفة الغربية حيث تقع محافظة جنين. هناك استشهد وأصيب عشرات المواطنين في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من منازل المواطنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين. وليس بعيدا عن جنين ففي شرق نابلس وتحديدا في مخيم بلاطة استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بالرصاص الحي خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي احتجزت جميع طواقم الهلال الأحمر على مفترق بلاطة أثناء محاولة الوصول لمصابين بمحيط المخيم. أما في الغرب من نابلس وتحديدا في محافظة طوباس اقتحمت القوات الإسرائيلية المدينة وانتشرت في عدد من أحيائها واعتقلت 4 مواطنين بينهم 3 أسرى محررين. وفي جنوب الضفة الغربية وتحديدا في بيت لحم نفذت قوات الاحتلال سلسلة من الاعتقالات واقتحمت منازل عدة. ومن القدس اعتقلت قوات الاحتلال طفلا لم تعرف حتى هويته في منطقة الشياح قرب بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس بعد إطلاق النار عليه، وشاب فلسطيني بعد الاعتداء عليه. في رام الله اعتقلت قوات الاحتلال شاب فلسطيني من قرية عارورة شمال غرب رام الله والبيرة. إذن وفي بلدة عزون شرق قلقيلية أصيب شاب باعتداء قوات إسرائيلية عليه بالضرب المبرح، فيما احتجز الجيش الإسرائيلي مركبة الإسعاف وبداخلها المصاب عند مدخل البلدة، هذا واعتدوا على طاقم الإسعاف قبل إخلاء سبيلهم ونقل المصاب للمشفى. مثل غزة مثل الضفة الغربية فكلاهما يطالهما يد العدوان الإسرائيلي، فأصبحت الضفة الغربية ومحافظاتها تشهد اشتباكات وانتهاكات يومية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
نعود من جديد للاستوديو والزميلة داليا نجاتي. إليك داليا. شكرا فيروز، ونكمل معكم إذن مشاهدينا جملة من الأخبار والتطورات الحاصلة في قطاع غزة بدخول الحرب الإسرائيلية يومها 48. إذن مشاهدينا ما نتابعه الآن هذه الصور المباشرة التي تأتينا من القطاع، حيث يبدو بأن هناك تصاعد كبير لألسنة دخانية من غارة إسرائيلية استخدمت فيها قنابل دخانية في هذه الأثناء، ضمن ما هو متابع بأن القصف الإسرائيلي مكثف وعنيف، حتى مع الإعلان عن الدخول في سريان لهدنة مؤقتة يوم غد، إلا أنه يبدو أنه أيضا هناك تكثيف للغارات الإسرائيلية في هذه اللحظات. نختم معكم مشاهدينا هذه الساعة دقائق ونعود معكم لاستكمال التغطية على شاشة القاهرة الإخبارية. كونوا معنا.